إجراءات تحفيزية وقرارات تعمل على إصدارها الدولة لترقية شعب التربية المائيات، ودعوات متواصلة من أجل استقطاب أكثر عدد من المستثمرين في هذا المجال الذي يعتبر مكملاً لنشاط الصيد البحري ويندرج ضمن مخطط عمل الحكومة، مجال يعول عليه في الرفع من القدرة الإنتاجية للأسماك وتسويقها بأسعار تنافسية تكون في المتناول. كما تعلمون هناك تحفيزات مالية مباشرة للمنتجين، وأيضا حتى إعفاء من القيمة المضافة بالنسبة لبيع هذا النوع من المنتوج، ولكن أيضا بالنسبة للتحويل هناك تحفيزات جبائية تسعى أولا لتثمين هذا المنتوج من خلال التحويل، ولكن أيضا من أجل المشاركة خاصة في تنويع صادرات الوطنية من خلال تصدير هذا المنتوج. المستثمرون الذين اقتحموا هذا النشاط ينتظرون من الجهات الوصية مرافقة أكبر ودعما متكاملا للمواصلة والاستمرار في العمل وتطويره والمساهمة الفعلية في اقتصاد البلاد من خلال تسهيل الحصول على الامتيازات المقررة وتجسيد الوعود التي يتم إطلاقها دوريا. متمني تكون يعني مرافقة ميدانية تاع الإدارة مع لي بروديكتور، البروديكتور تاع لالفا كيما حنا، البروديكتور تاع لاليمو اللي راهم بداو يمشيو دركا وكاينين في الجزائر، باش يسمعوا اولا للمشاكل التقنيه اللي راهي صايره والاداريه اللي كاينه، ويشوفوا للتطلعات. من المشاريع اللي حبينا نخدموها هي لا فارين دو بواسون، باسكو حنا في الخدمه تاعنا نطيشوا بزاف الماده الاولى اللي نجيبوها الحوت، عندنا لي ديشي فيه بزاف، منها نقدروا نديروا مشروع اخر اللي هي لا فارين دو بواسون. نتمنى ان شاء الله يسهلوا لنا باش يعطيونا قطعه ارض ان شاء الله ونكبروا في المشروع تاعنا. بين رغبه السلطات العموميه في تنميه وترقيه شعب التربيه المائيات من خلال بعث العديد من البرامج والتسهيلات والاجراءات التحفيزيه، وبين المطالب المتكرره والمستمره للمستثمرين والراغبين في اقتحام هذا المجال، يبقى الرهان على بلوغ المستوى المطلوب تحديا ينتظر وتيره اسرع واراده اقوى.